السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. جيناكم اليوم بواحد الفيديو اللي هو خفيف طريف مزروع لوجبة الفطور، اللي هي عبارة عن خليع، طاجينة الخليع بالبيض. من لا يحب طاجينة الخليع بالبيض؟ راه كنحتاجو طاجين، كنحتاجو 3 حتى 4 البيضات سا ديبون على حساب أفراد الأسرة، وكنحتاجو واحد المقدار ديال الخليع بعد ما شتيناه وقطعناه، قطعناه مرصوات صغيرة على هذا الشكل هذا، ودرنا اللحمات كتير كتر باش ما يجيناش الإدام فيه بزاف. وكنحتاجو في الأخير الكمون. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو إخواني أخواتي، مشوا على بركة الله. أول حاجة كنديرو إن شاء الله هو أننا غنديرو الطاجين ديالنا فوق البوطة ونطلقو عليه، نديرو عليه الخليع باش يدوب لينا الخليع ديالنا. خليكم معنا. خوان كما كتلاحظو معايا كنشدو الطاجين ديالنا كنديرو فوق البوطة على عفيف المهيلة، ونضيفو عليه الخليع ديالنا باش يدوب. هذا الشكل هذا غادي نضيفو عليه واحد القليل، 2 معالق صغيرين ديال الماء. نتركوه جانبا حتى يذوب لينا الخليع ديالنا كامل. الساعة ممكن نضيفو عليه البيض احبائي في الله. دابا غادي نحاولو نغطيو عليه ونخليو الاخوان الاخوات حتى يذوب لينا الخليع ديالنا، ونرجع معكم باش نضيفو البيض. اخوان بعد ما كيذوب لينا الخليع ديالنا غادي نضيفو عليه البيض. البيض سا ديبون، كاين اللي كيبغي يديرو بحال هكا وكاين اللي كيبغي كيطربو عاد كيديرو. حاولوا تلقوها بحال هكا. والملح كيف ما كتعرفوا ديما بان الخليع راه اصلا كيكون مالح، ما غاديش نضيفوا فيه الملح نهائيا. غادي نغطيو على الطاجين ديالنا وغادي نتركوه حتى يطيب البيض ديالنا، ونرجع معكم احبائي في الله. وكيف كيف ديما البوطا ديما ناقصه وتكون مهيله. كما كتلاحظوا مع احبائي في الله الطاجين ديالنا ها هو طاب، طفينا عليه البوطا غادي نقدموه دابا. خليكم معنا اخوان، الطاجين ديالنا ها هو واجد كما كتلاحظوا معايا بالصحه وراحه. كنقدموه كنديروا فيه واحد شويه الكمون من الفوق حيت الكمون كيهضم على هذا الشكل هذا، مع كويس تاع اتاي والصحه وراحه وصحه فطوركم. كي جاكم الطاجين نتمنى يكون عجبكم. يلا احبائي في الله، دمتم في رعايه الله وحفظه، في وصفه قادمه ان شاء الله. الفيديو كان خفيف ظريف ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله.